وعلى هامش قمة دول مجموعة العشرين شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان في عشاء عمل لوزراء المالية في دول مجموعة العشرين أمس الأول في مدينة بيونس آيرس. وشدد معالي وزير المالية على أهمية التوافق والتعاضد بين أعضاء المجموعة العشرين والحاجة لجعلها أكثر كفاءة وتركيزا على جدول أعمال فاعل يعكس دور الدول الأعضاء في معالجة القضايا العالمية الملحة. هذا وناقش المجتمعون تطورات الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة والمتمثلة بتقلبات الأسواق المالية، بالإضافة إلى التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية.